السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله دلوقتي هنحل مثال على الاحتراق، ويعني هنحاول يعني ان شاء الله يبقى فيه كل المعلومات اللي احنا او كل النقط اللي احنا غطيناها في الكام مرة اللي فاتوا. فهو المثال ده عندنا ايثين، الايثين معروف اللي هو C2H6 بيتحرق ب50% اكسس اير، وان الكونفرجن بتاع الايثين 90%، يعني مش كل الإيثين اتحرق، في 90% منه اتحرقوا، ومن الإيثين اللي اتحرق يعني من 90% اللي اتحرقوا دول 25% اتحولوا لكربون مونوكسيد والباقي اتحول لكربون دايكسيد. واحنا يعني عارفين من قبل كده ان الكربون مونوكسيد ده بيطلع من الاحتراق غير الكامل، والكربون دايكسيد بيطلع من الاحتراق الكامل. وهو عايز ان انا احسب المولر كومبوزيشن بتاع الستاك جاز. الستاك جاز ده اللي هو الغاز اللي هو نواتج الاحتراق يعني. فانا عايز اعرف الكومبوزيشن اللي هو التركيز بتاع نواتج الاحتراق على الدراي بيزز، ونسبه الميه بالنسبه لبقيه الغازات اللي في نواتج الاحتراق. ف يعني هو زي ما اتفقنا قبل كده، المسائل بتاعه الاحتراق هي مسائل ماس بالانس عادية فيها تفاعل كيميائي، فاحنا محتاجين نعمل اللي بنعمله على طول، نرسم رسمة فيها المعطيات اللي موجودة. فأنا عندي ستريم فيه إيثين وستريم تاني فيه هواء، لأن يعني هو قال لي هنا إكسس إير، فهو فيه أكسجين ونيتروجين ونواتج الاحتراق. أنا قايل لي هنا إن الكونفرجن بتاع الإيثين 90%، يعني في شوية إيثين هيخرجوا، ففي شوية إيثين بره وفي اكسجين ونيتروجين طبعا بما ان انا شغال باكسس اير، وطبعا نواتج الاحتراق اللي هي الكربون دايوكسيد والمونوكسيد وبخار الميه. فايه دي النواتج اللي هتبقى موجوده. فانا عايز ابتدي اشوف المعلومات اللي موجوده كافيه ولا لا، فانا هحتاج اعمل ديجريز اوف فريدم اناليسيس. بس قبل ما اعمل كده احنا يعني خلينا نكتب الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها عشان نعمل ديجريز اوف فريدم. اولا ايه التفاعلات الموجوده، وايه هي العلاقات اللي هي الاديشنال ريليشنز، العلاقات الاضافيه اللي موجوده. فالتفاعل احنا في الحقيقه عندنا اتنين، الاحتراق الكامل واحتراق غير الكامل للايثين، فدول امرهم سهل يعني عملناهم قبل كده كتير. احنا عندنا C2H6 فهيطلع 2 كربون دايوكسيد و3 ميه، فهيبقى 3 و4 7، يبقى عندي 7 على 2 اكسجين، ونفس الكلام هيبقى 3 و2 5، فيبقى 5 على 2 اكسجين. سهله جدا. في نفس الوقت احنا عندنا شويه اديشنال ريليشنز. اول حاجه ان هو الاكسس اير 50%، تاني حاجه ان الكونفرجن 90%. وفي حاجه ممكن تبقى يعني ممكن نعتبرها كانها اديشنال ريليشن او علاقه اضافيه، او نعتبرها ان هي يعني احد المعطيات، وهي نسبه الاكسجين والنيتروجين. يعني انا ممكن اعتبر ان الستريم ده نسبه الاكسجين فيه 21% والنيتروجين 79%، وتبقى واحد جيفن فاريبل، يعني هي معطى واحد وخلاص. او ممكن اعتبرها انها علاقه بين الاثنين. يعني ايا كان، هي بالنسبه للحسابات الديجريز اوف فريدم الاثنين هيبقوا مطروحين، سواء هيطرح كجزء من الجيفن فاريبلز ولا جزء من الريليشنز مش هتفرق. وعندي ال 50% اكسس اير، وعندنا الكونفرجن 90%، وفي معلومه بقى ان ال 25 بيتحرق يطلع كربون اكسيد، ودي هنخليها للاخر. يعني ايه؟ يعني انا مش هكتبها بشكل معادله دلوقتي، لما نبدا الحسابات نشوف هنتصرف فيها ازاي. ونيجي نحسب الديجريز اوف فريدم. احنا عندنا عدد الفاريبلز اللي موجوده واحد، الاول انا يعني هحسبها على انها او بالاكستنت اوف رياكشن. فاحنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عندنا 9 فاريبلز وتفاعلين، 2 اكستنت اوف رياكشن، مفيش ولا جيفن فاريبل موجود، مفيش، عندي 6 معادلات للست مكونات اللي موجوده، والريليشنز عندنا 4. فالديجريز اوف فريدم هيبقى بواحد، وده متوقع يعني ما ينفعش يطلع لي بصفر، لان انا ما عنديش ولا فلوريت، ما عنديش ولا فلوريت. فانا لازم افرض بيزز مثلا 1000 مول من الايثين مثلا، خلاص. فانا لو فرضت 1000 مول ايثين خلاص كده انا الديجريز اوف فريدم بقى بصفر، وممكن ابتدي احل. فلما اجي احل احنا عندنا الليست بتاعت الاديشنال ريليشنز هنا، وفي حاجات ممكن استخدمها على طول، وفي حاجات يعني دي حاجات برضو هتبقى تقريبا هي الايه، تعتبر الخطوات الاساسيه اللي بنبدا بيها كل مره، وهو انا محتاج اعرف الهواء اللي موجود قد ايه. فدي حاجه لازم هنعملها في كل حال يعني. فممكن من الاكسس اير اعرف كميه الاكسجين، ومن الاكسجين اعرف كميه النيتروجين. فالعلاقتين دول
يعني يكادوا يكونوا هم اول علاقتين لازم استخدمهم في اي يعني ايه مسألة كومبوس. فانا عايز اعرف الاكسجين قد ايه، فانا هحتاج اعرف انا محتاج نظريا اكسجين قد ايه. نظريا يعني ايه؟ يعني انا لو عندي 1000 مول من الايثين هيحتاجوا 3500 مول من الاكسجين، دي سهلة يعني، هنا 1 ل 3.5 فهتبقى 1000 ل 3500. وال 3500 دول هما الكمية النظرية اللي انا هزود 50% منهم عشان اجيب الكمية الحقيقية اللي انا بحسبها، فهتبقى الاكتوال اللي هو الحقيقي الكمية النظرية في 1.5. فابقى حسبت عدد مولات الاكسجين اللي في ستريم 2، ومن نسبة الاكسجين للنيتروجين اقدر احسب كمية النيتروجين. انا هضربها في 79 على 21، فدي سهلة جدا ما فيهاش حاجة. بس فانا كده استخدمت 3 2 اديشنال ريليشنز، ولسه بقى ما عملتش ايه البالانس ايكويشنز خلاص. فانا يعني بناء على الديجريز اوف فريدم انا عندي 6 معادلات واربع ريليشنز، انا استخدمت 2 ريليشنز ولسه فاضل لي 2 ولسه 6 معادلات. فانا لو كتبت المعادلات الماس بالانس انا هلاقي ان انا عندي 2 اكستنس اوف رياكشن. فانا لو كتبت معادله الايثين هتبقى معادله الايثين هو كميه الايثين اللي خارجه هيساوي كميه الايثين اللي داخله ناقص زي 1 ناقص زي 2 خلاص. لو كتبت معادله الاكسجين، وطبعا هو كان في حاجه ممكن اعملها في الاول اللي هي الريليشن الثالثه، انا ممكن احسب منها كميه الايثين اللي خارجه على طول حتى بالمجرد النظر كده. لو انا عندي 1000 مول داخلين 90% منهم استهلكوا هيطلع لي 10% في الاخر، فانا ممكن احسبها. بس يعني انا قلت اكتب المعادلات الاول وبعد كده نبقى نشوف. نفس الكلام بالنسبه للاكسجين، الاكسجين اللي خارج هيساوي اللي داخل اللي هو ال 5250 ناقص 3.5 زي 1 ناقص 2.5 زي 2. فتاني انا من الاهداف اللي انا يعني بكتب المعادلات فيها ورا بعض كده كلها ان احنا نفهم اهميه الاكستنس اوف رياكشن، كله محسوب بدلالتهم. فانا لو ما حسبتهمش انا يعني لازم اتصرف، انا لازم الاقي حل. وعشان كده الاديشنال ريليشنز هي اللي هتحل لنا المشكله دي. يعني انا عندي 2 ريليشنز للاثنين زايز، هعرف اجيب الاثنين زايز من الاثنين ريليشنز دول. النيتروجين امره سهل لان هو ما بيتفاعلش، فاللي داخل هيساوي اللي خارج، فانا عارف النيتروجين اللي خارج وخلاص. لو جينا نكتب معادله الكربون مونوكسيد، فالكربون مونوكسيد خارج بس من التفاعل الثاني، فهيبقى اللي داخل صفر، فاللي خارج هيساوي اللي داخل هو صفر زائد 2 في زي 2. الكربون دايوكسيد نفس الحكايه، هيبقى 2 في زي 1، والميه هتبقى 3 زي 1 زائد 3 زي 2. فخلاص يعني انا كده كتبت كل المعادلات وكلهم بدلاله الاكستنس اوف رياكشن. انا كده استخدمت الست معادلات، ما تبقى ليش غير الاثنين اديشنال ريليشنز هم اللي هعرف اجيب الزاي منها. فالاديشنال ريليشن سهله جدا. الاديشنال ريليشن الاولانيه انا كده كتبت كل المعادلات علشان تبقى عندي وانا بعوض فيها على طول يعني. فمن الاديشنال ريليشن الثالثه زي ما قلنا هعرف الايثين اللي خارج اللي هو هيبقى 100 مول خلاص، يعني 90% استهلكه ففضل 100. هلاقي ان الايثين فيه الاثنين، يعني انا حسبت القيمه دي خلاص، فما زالت المعادله بدلاله الاثنين، فانا ما حلتش المشكله لسه، او ما حلتش او ما جبتش قيم ازاي 1 وازاي 2. الحل هيبقى بسيط جدا، وهو ان انا استخدم العلاقه الاخيره دي. العلاقة الأخيرة دي بتقول لي إن 25% من الإيثين بيطلع كربون مونوكسيد. الإيثين اللي اتحرق 25% هي مهمة برضه، 25% of إيثين burned ده اللي مكتوب، من الإيثين اللي اتحرق هو اللي هيطلع كربون مونوكسيد، فدي مهمة مش من الإيثين كله، من الإيثين اللي اتحرق بس. فالإيثين اللي اتحرق كام؟ أنا اللي اتحرق عندي 900، ف 25% من 900 لو جينا حسبناها هتبقى حوالي 225 لو أنا مش غلطان، 225 مولز خلاص. فلو انا التفاعل الثاني ده دخل له 225 من هنا هيطلع لي كربون مونوكسيد 450 خلاص. الكربون مونوكسيد ده انا جبته منين؟ انا جبته من العلاقه دي. فالكربون مونوكسيد لو شفت المعادله بتاعته هو بدلاله الزاي 2 بس، فانا ممكن من العلاقه دي مباشره اجيب قيمه زاي 2 اللي هي هتبقى 225، وانا عارف الايثين اللي في واحد وعارف زي 2، فممكن اجيب زي 1، فزي 1 هتبقى سهله اللي هي 675. انا كده خلصت بقى، مجرد بس هعوض بقيم زي 1 وزي 2 في كل التلات او في كل الفاريبلز اللي موجوده دي، وهبقى كده جبت
كل الايه الفلو ريتس بتاعه النواتج. خلاص انا خلاص اهو حسبت هنا الكربون مونوكسيد، الكربون دايوكسيد اسف، وحسبت الايثين، واتبقى لي الاكسجين والكربون دايوكسيد والميه، فانا كده والنيتروجين كنت حسبته المره اللي فاتت، فانا كده اللي هو ده، فانا كده جبت كل حاجه. خلاص فده الحل لو انا هعمله بالاكستنت اوف رياكشن. لو انا هحله بالاتوميك بالانس هنعمل نفس الكلام، يعني انا شايف ان هي ان او هحله مرتين علشان يبان ان الاثنين بيطلعوا نفس النتيجه، ويبان ان احيانا بيبقى في طرق يعني اسهل من طرق، يعني مش في المساله دي بالذات، بس احيانا بيبقى في طرق احسن يعني اسهل من طرق. فانا لو هحلها بالاتوميك بالانس وعايز اعمل الديجريز اوف فريدم اناليسز هيبقى عندي بعض الاختلافات عن المره اللي فاتت. عدد الفاريبلز هنا هتبقى 9 ومش داخل فيهم الاكستنت اوف رياكشن، فهتبقى 9 بس، ونفس الجيفن فاريبلز هتبقى فيهم واحد بقى لو انا افترضت ان الرقم ده معروف، المعادلات اللي موجوده هتبقى كام بقى؟ هيبقى عندي كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، عندي 4 بس. خلاص فده ده اللي هيبقى فرق، هيبقى 9 ناقص 1 ناقص 4، ونفس الاديشنال ريليشنز 4، فبقى انا كده عرفت انها بصفر. نفس الحل هيبدا بالاديشنال ريليشنز، لا علاقه لها بطريقه الحل، هي 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 معادله ما بتعتمدش بقى هحل بانهي طريقه من الاثنين، مش هتعتمد عليها خالص. فانا حسبت كميه الاكسجين وكميه النيتروجين، ومن الاديشنال ريليشن الثالث جبت كميه الايثين، ومن الاديشنال ريليشن الرابع جبت كميه الكربون مونوكسيد، فانا استخدمت الاربع ريليشنز دول وخلاص. فانا حطيت الارقام هنا على الرسمه علشان يعني لما نيجي نحل. طيب انا عندي 4 معادلات. النيتروجين امره سهل جدا، خلاص النيتروجين ما فيهوش اي اختراع، هو نيتروجين اللي داخل هيساوي اللي خارج، فالنيتروجين نقدر نقول ان احنا عارفين ان اللي خارج ده هو 19750 وخلاص. الباقيين بقى هما اللي عايزين يشوف، احنا عندي كربون واكسجين وهيدروجين وعايز اشوف ابدا بمين، ودي يمكن من الحاجات المهمه جدا في حال المعادلات بشكل عام، وفي الاتوميك بالانس بشكل خاص، وهي ان انا لازم ابقى عارف مين المعادله اللي اسهل ابتدي بيها واحسب منها حاجه تفيدني في المعادلات اللي بعد كده. فلو جينا نبص مثلا على الاكسجين، احنا يعني عندنا اكسجين وكربون وهيدروجين، فلو بصيت على الاكسجين هلاقي ان الاكسجين موجود هنا، وده انا عارفه موجود هنا في الاكسجين وفي الكربون دايوكسيد وفي الميه، فهو موجود في 3 فاريبلز. فانا لو كتبت المعادله دي هيبقى في عندي 3 مجاهيل انا مش عارفهم. لو شفت معادله مثلا الهيدروجين هلاقي ان الهيدروجين موجود هنا طبعا في الفيد في السي 2 اتش 6 موجود هنا وموجود هنا، خلاص انا عارفهم كلهم ما عدا الميه. الكربون هلاقي ان هو موجود في الكربون دايوكسيد وكربون مونوكسيد والايثين، وانا عارف الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، فممكن اجي والميثين والايثين اسف، فممكن اجيب الميثين. فانا يا اما ابدا بالكربون يا اما ابدا بالهيدروجين واخلي الاكسجين للاخر. خلاص فالنيتروجين قلنا هنحسبه على طول مش هيبقى فيه مشكله. بالنسبه للهيدروجين هقول ان الهيدروجين اللي في الفيد اللي هو 6 اضعاف ال 1000 هيساوي الهيدروجين اللي خارج اللي هي 6 اضعاف ال 100 زائد 2 في العدد المولات بتاعت الميه اللي في ستريم 3، فهحسب عدد مولات الميه. لو انا جيت عملت البالانس على الكربون هيبقى عندي 2 في 1000 هيساوي 2 في 100 زائد 1 في 450 زائد 1 في النمبر اوف مولز بتاعت الكربون دايوكسيد، فبقى حسبت كربون دايوكسيد. ومن الاكسجين بقى هقدر احسب الاكسجين اللي في الناتج، فهيبقى 5250 في 2 هيساوي الاكسجين اللي انا معرفوش في 2 زائد 450 في 1 زائد الكربون دايوكسيد ده اللي هو 1350 في 2 زائد الميه اللي انا حسبتها هنا دي اللي هي 2700 في 1. فمن دول ممكن احسب عدد مولات الاكسجين اللي خارجه، واللي هي هتطلع بالمناسبه نفس الارقام بتاعه الحل التاني. وده هيبقى الـ 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 يعني الملخص بقى كل الارقام، عدد المولات والمول فراكشنز للفيد وللنواتج على الويت بيزز وعلى الدراي بيزز، ده اللي هو كان مطلوب. ولو انا عايز اعرف بقى الفلوريد بتاع الميه اللي هو ال 2700 بالنسبه للباقي، فهيبقى 2700 على 23975 فهيبقى حوالي 11.3%. بس كده، فهي دي المساله الاولى اللي احنا حليناها، وان شاء الله في مره تانية هيبقى مساله تانية نحلها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.